استكمالا لما تم تقديمه في الجزء الأول أو البارت الأول من الـ Multiple Access Protocols. تكلمنا فيه عن الـ Random Access Protocols وكانت تقسم إلى أجزاء اللي هي عندنا الألوها أو الـ Multiple Access، والألوها تم قسمه إلى جزئين Pure ألوها و Slotted ألوها، وتم التعرف على كل جزء من هذه الأجزاء. وتكلمنا أيضا عن الـ Carrier Sense Multiple Access، Carrier Sense Multiple Access Collision Detection، Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. في هذا الجزء سنتكلم عن Controlled Access Protocols. في الجزء الأول كان يتكلم عن Random Access، أي الوصول العشوائي إلى Channels أو القناة. أما Controlled Access Protocols فهو يتم الوصول إلى Channel أو القناة بطريقة نظامية ومسيطر عليها. الأنواع الخاصة بالـ Controlled Access Protocol: النوع الأول Reservation Protocols، Pooling Protocol، Token Passing Protocol. سنتكلم عن كل جزء من هذه الأجزاء بتفاصيله. الجزء الأول الـ Reservation، سنتكلم في البداية عن الـ Reservation Protocol. Reservation بما يعني أنه حجز. نشبه الأمر كأنما لو كان لدي قطار وأحتاج أن أسافر من نقطة إلى نقطة ثانية، فمن غير المعقول أنه أأتي مباشرة وأجلس في أحد المقاعد، لأنه من الممكن أنه شخص آخر يحجز نفس المقعد. لذلك يفترض أن هناك حجز مسبق يحدد فيه المقعد الذي سوف يتم حجزه لغرض السفر. هذا هو مفهوم عام لمبدأ الـ Reservation Protocol. أتخيل الأمر وكأنما لدي قطار وعدد من المقاعد، وأنا أحتاج حجز مسبق للمقعد ومكان المقعد، ثم أذهب إلى ذلك المكان وأسافر للنقطة الثانية. Reservation Access Method تعتمد على مبدأ أنه يتم إرسال الداتا، لكن قبل يتم إرسال Reservation Frame، وهو عبارة عن فريم يدور داخل الشبكة يكون عدده بعدد الأجهزة أو بعدد النودات الموجودة داخل الشبكة. سنتكلم عن مبدأ الـ Reservation Access Method بتفاصيله. الجزء الأول في بداية الأمر، الحاسبة أو أي حاسبة أو نود أو ستيشن تقوم بعمل Reservation أو حجز قبل إرسال البيانات بنفس العملية المشابهة التي تم شرحها وكأنما حجز في قطار. سيكون هناك خانة مخصصة للحجز على شكل فريم. هذا الفريم أو الميني فريم هذا يكون دوار في كل الشبكة ويكون متوفر لكل العدد من الحاسبات أو لكل الستيشن، أي كل ستيشن أو كل حاسبة لها ميني فريم خاص بها. إذا كان لدينا N من الحاسبات فنحتاج إلى N numbers of reservation frames أو mini frames. نحتاج إذا N من الحاسبات نحتاج N number of mini frames. كل هذه mini frames أو هذا mini frame مكون من mini slots، أنه يكون من سلوتات بسيطة أو قصيرة تكون عائدة كل سلوت لحاسبة معينة. لما تحتاج الحاسبة أن ترسل هذه البيانات تؤشر بإشارة مفهومة، تكون مفهومة لكل الحاسبات لأنه هي عبارة عن حجز للسلوت، والحاسبة الفلانية تحتاج أنه تبدأ بإرسال هذه البيانات. بعد أن تقوم الحاسبة بالحجز تستطيع عند إرسال البيانات الخاصة بها، لكن قبل يجب إرسال الميني فريمز، أي ترسل الميني فريمز وبعد تتبعه بالبيانات كما هو موضح في الشكل التالي أو الفريم التالي. نلاحظ أنه عندنا الميني فريمز مكون من 5 خانات. إذا نفهم من هذا الأمر أنه أنا لدي 5 stations، ستيشن 1، ستيشن 2، 3، 4، 5. عندما تريد الحاسبة أو الستيشن رقم 1 الإرسال تؤشر بالريزرفيشن بروتوكول الريزرفيشن فريم ب1، وبعده تتبع البيانات الخاصة بالريزرفيشن، بما معنى أنه
يرسل في البداية reservation frame تقرأه كل الحاسبات، وما بعد يتم إرسال البيانات الخاصة، ويفهم أن هذه البيانات هي تابعة إلى الحاسبة أو الستيشن نمبر 1. بنفس الطريقة reservation protocol أو reservation عفوا frame يتم حجز البت رقم 1 والبت رقم 3 والبت رقم 4. يفهم من هذا الأمر أنه الحاسبة رقم 4 تحتاج أو لديها بيانات تقوم بإرسالها، الحاسبة 3 لها بيانات تقوم بإرسالها وبشكل متتالي in fixed order بما معنى، والحاسبة الأولى أيضا لديها فريم أو لديها داتا تقوم بإرسالها داخل الشبكة. طريقة إرسال الفريمات في البداية يرسل reservation frame ومكون من بمكوناته الميني سلوتس التي هي بعدد الحاسبات، وما بعد يتم إرسال البيانات تفهم كالتالي: أول مجموعة من البيانات هي تابعة للستيشن الأولى، ثاني مجموعة هي الحاسبة الثانية ما لها إرسال، المجموعة الثانية هي تابعة للستيشن 3، والمجموعة الرابعة هي تابعة إلى الحاسبة رقم 4. بهذه الطريقة يتم الإرسال، أنه يكون لدي ميني فريم يرسل بالبداية وما بعده تتبع البيانات حسب الريزرفيشن الذي أحتاجه لعملية الإرسال. أي حاسبة تحتاج أنه ترسل تقوم بعمل 1 للميني فريم وما بعده تتبع البيانات وتفهم بهذه الطريقة. النوع الثاني من Controlled Access Protocols هو Pooling Protocol. البولينج بروتوكول يعتمد على ميكانيزم أو آلية أنه عندي مين فريم أو حاسبة أو نود أساسية هي المسؤولة عن عملية الاتصال وعملية الإرسال بين جميع الحاسبات. على سبيل المثال في هذا الشكل أنه عندي الحاسبة البرايمري وحاسبات فرعية اللي هي A و B تبعث بالبداية pull، وذلك لغرض الاستفتاء أنه هل يوجد بيانات للإرسال أو لا، بما معناته أنه البرايمري مستعدة لاستقبال البيانات. الحاسبة اللي تحتاج أن ترسل تبعث acknowledge، والتي ليس لديها نية في الإرسال مثلا حاسبة أي يتم إرسال البول not acknowledge إذا ليس لديها بيانات للإرسال. الحاسبة بي تبعث بول إذا لديها بيانات ترسل بياناتها ثم تبعث المين فريم acknowledge بأنه تمت أو تم استقبال هذه البيانات. السيلكشن هذه الميكانية الأولى اللي هي البولينج أنه المين أو البرايمري أو الماستر نود تستقبل البيانات. السيلكشن أنه النودات هي اللي راح تستقبل البيانات، يعني البرايمري لديها وصلت البيانات لكنه توزعها إلى الحاسبة، مثلا تحتاج هذه البيانات أنه ترسلها إلى الحاسبة بي فتبعث selection إلى الحاسبة B، بما معناته أنه أنا جاهزة لدي البيانات للإرسال والحاسبة B يجب أن تهيئ نفسها لاستقبال هذه البيانات. تبعث acknowledge أنا جاهزة لاستقبال البيانات، البرايمري ترسل الداتا والحاسبة B تستلم هذه البيانات وترسل acknowledge أنه أنا استلمت البيانات. إذن هي ميكانيكيتين، الأولى البولينج أنه تستفسر أي حاسبة من الحاسبات محتاجة أنه ترسل، والميكانيكية الثانية أنه أي حاسبة من الحاسبات سوف تستقبل هذه البيانات. تفاصيل هذا النوع يحتاج أنه يكون عندي حاسبة أو نود أو ستيشن مصممة لغرض أن تكون ماستر نود. هذه الحاسبة الأساسية أو الماستر نود تقوم بعمل اختيارات بشكل تتابعي أو تسلسلي in fixed order، يعني البولينج أو السيلكشن يكون بشكل تتابعي أو حلقي للإرسال. كل الحاسبات عفوا بشكل تسلسلي لترى الحاسبات اللي تقوم بعملية الإرسال. عمليا تقوم الحاسبة الأساسية أو الماستر نود بإرسال رسالة إلى أول حاسبة في الشبكة لتعلمها بإمكانية الإرسال، أنه تبعث بول بالبداية للحاسبة رقم 1 بالشبكة وتعلمها أنه أنا الماستر مستعد لاستقبال البيانات، وأيضا تعطينه إمكانية أقصى عدد من الفريمز لإرسال البيانات إذا كانت جاهزة.
الغرض من أقصى عدد من الفريمز حتى لا يتم أخذ وقت ويتجاوز على وقت الحاسبات الأخرى. بعد ذلك ترسل نفس الرسالة إلى الحاسبة الثانية بالشبكة لتعلمها بإمكانية إرسال أقصى عدد من الفريمز إذا كان عندي فريمات جاهزة للإرسال. بعد هذه العملية يتم أيضا للحاسبة الثالثة والرابعة وهكذا بالتتالي. الماستر نود هي اللي تحدد وقت الانتهاء من الإرسال حتى تبدأ بمخاطبة الحاسبة الثالثة وهكذا على التوالي. يتم تحديد انتهاء وقت الإرسال من خلال مراقبة الإشارة اللاين على الخط من قبل الماستر نود، أنه لما تبدأ تستقبل البيانات تظل تبقى تتحسس اللاين وتتحسس الفولتية اللي موجودة على اللاين إلى حين أن تنخفض الفولتية من تصير أقل من البي ثريشولد، تهيئ نفسها أو تقول في مع نفسها أنه أوكي الحاسبة أنهت عملية الإرسال. بالإضافة أنه عند عداد أو كان حددت أقصى عدد من الفريمات ممكن أن ترسله كل نود. بعد ما تنتهي الحاسبة أو الماستر نود من استقبال البيانات تبدأ مخاطبة الحاسبة الثالثة وهكذا، تستقبل منها بيانات بعد ما تنتهي تخاطب الحاسبة الرابعة وهكذا in fixed order يعني بالتتالي. هذا الإجراء يبقى مستمر لكل النودات أو الستيشنز الموجودة بالشبكة أو بطريقة تسلسلية ودائرية. بهذه الطريقة باستخدام الـ Pooling Access Method يتم إعطاء الوقت الكافي لكل حاسبة بالإرسال، وبذلك نضمن عدم حدوث أي كوليجين للداتا. الفائدة من هذا البروتوكول أنه يحدد لي المينيمم، أنه نحصل على مينيمم نمبر أوف كوليجين، أقل عدد من الكوليجين، و higher efficiency كفاءة عالية، كوليجين قليل وكفاءة عالية. المشاكل اللي تواجهنا باستخدام هذه النوعية من البروتوكولات أنه شيء يسمونه pooling delay. المقصود بالpooling delay هو الوقت اللي يستغرقه حتى تعلم الستيشن أو النود أنه باستطاعتها إرسال بيانات ثانية، وفي العادة هذا الوقت متغير حسب الوقت المستغرق لكل نود. بما معنى أنه الماستر نود أرسلت إلى النود واحد بأنه أوكي أستطيع أنه أستلم البيانات، الحاسبة واحد راح تبدأ تجاوب الماستر نود، هذا هو يسمونه pooling delay، الوقت المستغرق أنه النود أشقد الماستر أشقد يحتاج وقت حتى يعلم النود، والنود أشقد تحتاج وقت حتى تعلم الماستر باستقبال البيانات. المشكلة الثانية أنه الاعتماد بالكامل هو على الماستر نود، أي فشل بالماستر نود يؤدي إلى فشل السيستم كامل أو النظام بالكامل للنتورك اللي تم إنشائه. تطبيق عملي للpooling mechanism، على سبيل المثال عندي مجموعة من الحاسبات، أربع حاسبات، يتم اختيار أحد الحاسبات لتكون الماستر، هي المسؤولة عن عملية الإرسال والاستقبال لكل داتا موجودة في الشبكة. هذا الماستر نود تبعث بالبداية إلى الحاسبة واحد تستفسر منه، بعدين تبعث إلى الحاسبة اثنين تستفسر منه، وإلى الحاسبة ثلاثة حسب الميكانيكية، وترجع تعيد العملية مرة أخرى، حاسبة واحد، حاسبة اثنين، حاسبة ثلاثة، وتبقى العملية تعاد. الأساس تعتمد على شغلتين اللي هو الـ pooling function، أنه الحاسبة أو الماستر نود تقوم ترسل البيانات وتسأل الحاسبة الفرعية إذا كان لديها بيانات للإرسال. إذا في البداية أنه هذه ماستر، هذه النود الفرعية، تبعث إشارة pooling عند بيانات تحتاج أنه ترسلها فتبعث لها acknowledge، ما عنده بيانات تبعث لها not acknowledge، وغاح تعمل bypass تنتقل إلى الحاسبة اللي بعدها. الميكانيكية الثانية اللي هي selection function، أنه الماستر نود عنده بيانات وتطلب من الحاسبة الفرعية أن تكون جاهزة لاستقبال هذه البيانات اللي موجودة على الماستر نود. ببساطة هذه هي طريقة عمل pooling mechanism. النوعية الثالثة اللي هي token passing. المقصود بالtoken passing أنه الحاسبة تكون مصرح لها بإرسال البيانات عندما يصلها أو تستقبل فريم أو فريم خاص يسمى special frame، يسمى بالtoken. هذا فريم دوار بالشبكة ويفر على كل الحاسبات خلال وقت معين. وهني ما عندنا مفهوم الماستر نود بالتوكن باسينج، أنه ما عندي حاسبة مركزية وهي اللي تسيطر على العملية، لا، عندنا فريم سبيشال فريم يفر على كل الحاسبات، وهذا الفريم نسمينه التوكن،
هو المسؤول عن عملية الإرسال. هذا الفريم يدور بشكل fixed order بين النودات، يبدأ نود 1 2 3 4 5 6 وهكذا. لما يصل التوكن إلى الحاسبة، هذه الحاسبة راح تعمل hold للتوكن، وإذا كانت في حاجة طبعا لإرسال البيانات، وتبقى ترسل البيانات إلى وقت محدد، لأنه التوكن بينه maximum time، ما تتجاوز الماكسيمم تايم مالته، لكن تعمل له هولد وتبقى ترسل. وبعد ما تخلص الإرسال تسلمه للحاسبة التالية. وبهذه الحالة إذا الحاسبة اللي بعدها ما كان عنده بيانات، فراح تعمل له forward the token، أنه تعمل له skip مثلا، تحوله للحاسبة اللي بعدها. وبهذه الطريقة تستمر العملية لكل الشبكات. هذا البروتوكول يعتبر decentralized، أنه لا مركزي، ويعتبر efficient protocol، أنه بينه كفاءة عالية، لأنه ينطي لكل نود وقت مخصص للإرسال، وبالتالي يمنع الكوليجن. decentralized ما عندي حاسبة أساسية أنه أنا أستطيع أنه أرتكز عليها. المشاكل اللي تواجهني بالتوكن passing، أنه الفشل بأحد النودات يؤدي إلى انهيار السيستم بالكامل، لأنه راح يضيع لي التوكن، وبالتالي لأنه يشتغل fixed order أنه على التتابع يبدأ يستمر، ففشل أحد النودات يضيع لي التوكن وبالتالي يتوقف السيستم بالكامل. مبدأ عمل التوكن، الحاسبة رقم واحد عند الميني فريم أو special frame اللي هو التوكن، تعمل له hold، تبدأ بعملية الإرسال. خلصت عملية الإرسال تحول التوكن إلى الحاسبة الثانية. حاسبة الثانية عندها إرسال، تبقى ترسل hold the token to its maximum time، أنه تبقى تحتفظ بالتوكن إلى أقصى رقم ممكن أن تحصله. خلصت تبدأ تحول إلى الحاسبة اللي بعدها. الحاسبة اللي بعدها لو ما كان عندها عملية إرسال تعمل له skip، حاسبة اللي بعدها ما كان عندها عملية إرسال أيضا تعمل له skip، والحاسبة اللي بعدها وهكذا، وتبقى العملية تفر على كل الحاسبات بهذه الطريقة يتم عمل مبدأ التوكن باسينج بهذه النوع من البروتوكولات. النوع الأخير اللي هو الشانلايزيشن بروتوكول. احنا حاليا تكلمنا عن الراندوم اكسس بروتوكول وتعرفنا على كل تفاصيله، تكلمنا عن الكنترولد اكسس بروتوكول، وتكلمنا عن الريزرفيشن البولينج والتوكن باسينج. النوع الأخير اللي راح نتكلم عنه اللي هو Channelization Protocol، ومثل ما تكلمنا بالجزء الأول يعتمد على مبدأ الباندويث وتقسيم الباندويث، طريقة تقسيم الباندويث. Channelization Protocol يعتمد على الـ FDMA TDMA والـ CDMA، وراح سنتكلم بتفاصيل عن كل جزء من هذه الأجزاء. Channelization Protocol عندنا الـ FDMA هو اختصار لـ Frequency Division Multiple Access، الـ TDMA هو Time Division Multiple Access، الـ CDMA هو Code Division Multiple Access. يفترض أنه الطالب في المرحلة الرابعة متعرف على تفاصيله، لذلك سنتكلم عنهم بطريقة سريعة جدا. الموضوع الأول بالـ Channelization Protocol عندنا، طبعا كل هذه التقنيات تستخدم المالتيبلكسينج تكنيكس الـ FDMA، اللي هو يعتمد على مبدأ أنه الباندويث يقسمه into channels، أنه أنا عندي باندويث كامل، هذا الباندويث اللي عندي راح أقسمه إلى مجموعة من الشانلات، وكل شانل خاصة بفريكونسي ثابت. التايم ديفيجن أنه عندي الباندويث مالتي أقسمه إلى شانل واحد لكنه بين تايم سلوتس. CDMA هو الباندويث مالتي أرسله على شانل واحد وبتايم واحد، وكله يرسل بوقت واحد. سنتعرف على تفاصيل كل جزء من هذه الأجزاء في السلايد التالي. أولا نتكلم عن مبدأ الفريكونسي ديفيجن مالتيبل أكسس، أنه نجي على سبيل المثال عندي يوزر واحد، يوزر اثنين، يوزر ثلاثة، ويوزر أربعة. اليوزر واحد أعطيني تردد خاص بينهم، اليوزر 2 أعطيني تردد خاص بينه، اليوزر 3 أعطيني تردد خاص بينه، يوزر 4 أعطيني تردد الخاص بينه. أن كل يوزر راح يكون له تردد خاص،
وما بعدين كل هذه الترددات راح نجمعها ونرسلها على الشانل مالتي ضمن تردد آخر. هذا هو مبدأ الـ FDMI، أنه كل شانل لما أخلي له تردد هذا الـ FDM. الـ FDMI لما كلتم أجمعهم وأضيفهم على تردد إضافي. الـ TDM أو الـ TDMI أنه كل يوزر راح أخلي له slot time خاص بينه. يوزر واحد عنده time خاص به، اليوزر اثنين أيضا time خاص به، اليوزر ثلاثة تايم خاص به، واليوزر أربعة له سلوت من التايم خاص. نلاحظ أنه قسمنا التايم مالتنا إلى عدة سلوتات، وكل يوزر حددت له سلوت خاص. من بعدين كل هذه أجمعهم وأرسلهم على تردد واحد. هذا هو المقصود بالتايم ديفيجن مالتيبل أكسس. نتكلم عن الـ FDMA باختصار. هذا هو الـ FDM Frequency Division Multiplexing، أنه أنا مثلا عندي موجة اللي هي كوساين مثلا كوساين أوميجا 1 تي، وعندي الموجة الثانية اللي هو الكوساين أوميجا 2 تي، وعندي موجة ثالثة اللي هي عبارة عن كوساين أوميجا 3 تي بهذه الطريقة. طبعا هذا الكارير مالتي، و راح اودينه على مالتيبلكسر. المالتيبلكسر راح يكون التردد الخاص، مثلا عندي يوزر واحد يوزر 1، او عندي يوزر 2 ويوزر 3، انه كل يوزر راح اخلي له التردد الخاص منه الكارير، كارير واحد كارير اثنين كارير ثلاثة، وارسلهم على الشانل. بالديتكشن انه مجرد انه كل يوزر راح اضربه بالكارير مالته، انه نجي مثلا هون نضربه بالكارير انه مثلا كوساين اوميجا 1 تي، اللي هو بانه كلهم اجتمعوا وارسلناهم على الشانل. مجرد انه اضرب الداتا اللي وصلتني بالكارير مالته راسا راح يطلع لي اليوزر واحد. هذا هو مبدأ الـ Frequency Division Multiplexing. الـ FDMA الـ Frequency Division Multiple Access، أنه هذا كله الناتج مالتي راح أجمعه وأرسله على تردد واحد، أنه تردد إضافي جديد. هذا هو المقصود بالـ Frequency Division Multiplexing، أنه عندي مجموعة من الشانلات، أنه مثلا عندي مثلا برج يرسل الداتا اوكي بهالطريقة، هذا يرسل لي بيانات، وعندي برج اخر ايضا يرسل البيانات، فاثنينهم اجمع البيانات مالتهم واخليهم على شانل واحد. هذا هو مبدا الـ Frequency Division Multiplexing. الـ Time Division Multiplexing الـ TDMA، الـ TDMA عندي يوزر واحد وهذه عندي الشانل مالتي. الشانل الشانل اتخيله وكأنه ما عندي مثل السويتشات، يوزر واحد يوزر اثنين، هذا يوزر اثنين، وهذا عندي يوزر ثلاثة. هذا راح يبدأ ينرسل على، وكأنه ما عندي مثل السويتش يتحرك بهذا الاتجاه، وعندي بالطرف الآخر أيضا سويتش. هذا السويتش هو اللي راح ينطيني التايم سلوت، اللي هو تايم سلوت اليوزر واحد، وراح ينقله هو للجزء الثاني اللي راح يحصل يوزر واحد، وهكذا راح ينقل الأجزاء لليوزرات. فهذا السويتش راح يكون يتحرك بهذه الطريقة، بهالشكل يتحرك عندي هذا السويتش، ولكل يوزر راح أخلي له سلوت تايم خاص بينه. هذا هو مبدأ الـ TDM. طبعا عندنا الجيل الأول من عفوا الجيل الأول من الموبايلات استخدم مبدأ الـ FDMA، أنه كل مجموعة من اليوزرات أنه أخليهم على فريكونسي وأبعثهم. الجيل الثاني استخدم مبدأ الـ GSM. الـ GSM هو كان مزج أو خليط ما بين الـ FDMA زائداً الـ TDMA. الجيل الثاني من الموبايلات. الـ Third Generation من الموبايل يعتمد على تقنية الـ Code Division Multiplexing اللي راح نتكلم عنها بعد قليل. أنه عندي داتا وحدي
وفريكوانسي واحد وكلتهم أرسلهم على شانل واحد واللي هو تعتبر أكثر كفاءة أو أكثر طريقة كفوءة. أنه هوني بما راح أنطي كل يوزر فريكوانسي ولا تايم وإنما راح أنطينه كود معين. على هذا الكود أنا راح أتعرف على اليوزرات مالتهم. نتكلم عن الجزء المهم اللي هو الـ CDMA في حال أنه ما تم تطرق له في السنوات السابقة. مبدأ عمل CDMA الـ Common Idea مالتي أنه عندي يوزر واحد أضربه بالكود الخاص بينه، اليوزر اثنين أضربه بكود خاص، اليوزر ثلاثة أضربه بكود خاص، طبعا السي هي رمز للكود والدي هي رمز للداتا، اليوزر أربعة راح أضربه بكود خاص بينهم، أرجع أجمع الكودات كلها راح تكون ضمن داتا معينة وأرسلها على common channel أو بتردد واحد. على سبيل المثال حتى نفهم الموضوع أكثر، أنه عندي chip sequence، طبعا توليد الكودات عن طريق chipات معينة هي خاصة بالكودات، ممكن أنه الشركات الاتصالات اللي تستخدمها أنه تنطي فت sequence بحيث أو كودات كل 45 يوم يتغير الكود مرة، فيعني ممكن أنه نتطرق عليها هاي في موضوع السكيورتي أكثر، أنه طريقة توليد هذه الكودات أو طريقة توليد السيكونس. إحنا على سبيل المثال عندي كود واحد اللي هو 4+1، عندي الكود الثاني +1-1+1-1، عندي هذا الكود الثالث وعندي هذا الكود الرابع. طريقة عمل مبدأ، طبعا عندنا الداتا مالتي، خلينا نفرض أنه داتا 0 هي -1، داتا 1 هي +1، والسايلنس يعني معناته أنه اليوزر ما عنده داتا يحتاج أنه يرسلها، أنه اليوزر ما عليه داتا يرسل أو ما يريد يرسل بيانات. طريقة العمل هي كالتالي: أولا البيت 0 من اليوزر 1 أن نرسل بيت 0 من اليوزر 2، أن نرسل بيت 1 من اليوزر رقم 4، واليوزر رقم 3 هو سايلنس أنه ما يحتاج أن يرسل البيانات. البيانات البت واحد او البت زيرو لليوزر ون هي ماينس واحد، هذا البت اللي انا احتاج ارسله. البت زيرو باليوزر الثاني هو ماينس ون، البت الثالث او العفو البت بلس ون في اليوزر اربعة، وسايلنس انه اليوزر ثلاثة ما عنده بيانات يرسلها على الشانل. راح نجهز الكودات، هذا كود جاهز لنضربه في اليوزر واحد، كود ثاني لليوزر اثنين، كود ثالث لليوزر أربعة، وكود كود أربعة لليوزر أربعة، وكود ثلاثة لليوزر ثلاثة. طريقة العمل أو مبدأ العمل هي كالتالي: أنه راح يكون عندي فريم، أنه الداتا مالتي هذا الكود مالتي راح أضربه بالبت اللي عندي. طريقة الضرب هي كالتالي: أنه أجي بلس ون في ماينس ون، أشقد راح يكون لي؟ حيكون لي فد رقم اللي هو ماينس 1، بلس 1 في ماينس 1 راح ينطيني ماينس 1، بلس 1 في ماينس 1 ايضا راح ينطيني ماينس 1، وهكذا للبت سيكونس اللي موجود عندي. نلاحظ انه الكود مالتي كله بلس 1 في ماينس 1 ينطيني كود كامل من 4 بتات مكون كله من ماينس 1. نفس الكلام بالنسبه للبت 0 لليوزر الثاني، عندي ماينس 1 لما راح اجي اضرب ماينس 1 في ماينس 1 يعطيني بلس 1، ماينس 1 في بلس 1 ينطيني ماينس 1، ماينس 1 في ماينس 1 ينطيني بلس 1، وماينس 1 في بلس 1 ينطيني ماينس 1. الكلام يعاد بالنسبه لليوزر الرابع، بلس 1 في بلس 1 يعطيني بلس 1، بلس 1 في ماينس 1 يعطيني ماينس 1، بلس 1 في ماينس 1 يعطيني ماينس 1، وبلس 1 في بلس 1 يعطيني بلس 1. بهذه الطريقة حصلت على الكود للشانل الرابعة أو اليوزر الرابع. بالنسبة للستيشن الثالثة اللي ما عنده أي بيانات، فمجرد أن تنطيني صفر راح يصفر الكود، لأنه صفر في ماينس 1 هي صفر، صفر في ماينس 1 هي زيرو، وصفر في بلس 1 أيضا هي 0، فالكود كله كامل هو 0.
بعد ما حصلنا على الكودات مالتي راح نبدأ نجمع البيانات حتى نرسلها. نلاحظ أنه الـ D1 C1 ونجمعهم كلتين. الآن عملية الحساب للداتا قبل أن يتم إرسالها على الشانل الخاص. فعندنا -1 مع -1 راح يتم عملية الجمع مالتهم، فينطيني -2 مع +1، فكأنما يصير عندي -2 +1 يساوي لي -1. نرجع نجمعه مع الصفر فزائد 0 ينطيني -1. إذا أسجل الداتا مالتي -1. نجي على الجزء الثاني -1 مع +1 راح ينطيني 0 مع -1 مع 0 راح ينطيني -1. نرجع البت الثالث -1 مع -1 ينطيني -2 مع -1 يعطيني -3 مع 0 فيبقى عندي -3 بهذه الطريقة. نجي على البت الأخير -1 +1 فينطيني 0 مع البت اللي بعده +1 فما ينطيني +1 مع 0 فيبقى عندي +1. بهذه الطريقة حصلت على الداتا مالتي اللي ممكن أنه أرسلها على الشانل مالتي. هذه الداتا مالتي بت 0 بلاي ستيشن 1 2 3 4. يتم انه لاحظ هذا مختصر مالتيبلكسر انه يضربها كلتها بالكودات، كل يوزر ينطي البت مالته يضربه بالكود مالته يطلع لي فد كود معين او رقم معين كلته راح يخلينه على شانل واحد ويرسله بتايم وتردد واحد فقط. الدي مالتيبلكسينج راح استقبل هذا الكود وارجع اضربه، استقبل البيانات اضربها بالكود مالتي لكل واحد من عندهم، فراح ينطيني الداتا او الرو داتا مثل ما كانت موجودة. صراحة هذا المثال ممكن انه يكون ابسط وافضل من للفهم من المثال اللي تم طرحه ايضا. فعلى سبيل المثال لاحظ انه عندي الداتا 0 او الدي 0 وعندي دي 1 انه عندي مجموعتين من البتات. القيمة الاولى للداتا مالتي هي 1 والقيمة الثانية هي -1. الكود الخاص مالتي حتى يتم استخدامه بالبيانات هو هذا الكود اللي هو خاص للجزء الأول وخاص للجزء الثاني. عدد البت نمبرز اللي مكون منه الكود هو 1 2 3 4 5 6 7 8. هذا الرقم أو السيكونس اللي مكون منه الكود، هذا راح نحتاجه لاحقا بعملية الحساب. نلاحظ أنه الداتا مالتي عندي هذا يوزر 1 وعندي هذه الداتا لليوزر 2. حتى لا يكون أكو اختلاف حاولنا أنه تكون متشابهة بالنسبة لليوزر 1 أنه أيضا 1 واليوزر 2 حاولنا أنه تكون أيضا 1. وأكو اختلاف عندنا بالنسبة للداتا بين البت الثاني، هذا عبارة عن 1 بينما البت الثاني عبارة عن 0. طريقة العملية هي كالتالي، أنه راح نجي الواحد راح نضربه في الكود مالتي، أنه نضرب ال 1 في الكود. هذه عملية ضرب راح تكون بين الكودات، 1 في أي قيمة إذا معناته راح يبقى الكود، يعني 1 في -1 راح أحصل -1، 1 في -1 أيضا راح أحصل -1، 1 في -1 راح احصل -1، 1 في 1 1. اذا الكود مثل ما هو راح يبقى بالنسبه لهذه الحاله من اليوزرات اللي موجوده عندي. العمليه هي كالتالي، بعد ما حصلنا على البت سيكونس مالتي بنفس الطريقه، طبعا راح استخدم هذا الجزء بالنسبه للبت الثاني او البت الاول، ما مهم التسميه، لكن بالجزء الثاني طبعا احنا في البداية نتكلم في طرف السندر انه انا ارسل البيانات مالتي. ف
العملية طبعا احنا راح نضرب الداتا مالتي الماينس 1 في ماينس 1، هوني راح احصل على داتا اللي هي بلس 1، وهوني ايضا راح احصل على داتا بلس 1، وهكذا ممكن انه ورقة وقلم ويتم الحساب بعد ما ننتهي من الشرح لهذا جزء من السيلدر. نتكلم حاليا عن الجزء الاول، قلنا انه بما انه واحد فنحصل على نفس الكود. بعد هذا كيف ممكن ان نرسل الجزء الاول من البتات مالتي؟ طبعا هذا هو الجزء الخاص بأول جزء من الكودات مالتي لليوزر واحد واليوزر اثنين. راح نجي نقول ماينس 1 مع الواحد راح يساوي لي صفر، فاذا نسجل بالاوتبوت مالتي انه القيمة صفر. نرجع ماينس 1 مع ال1 ايضا القيمة مالتي راح تكون تسجل لي قيمة زيرو. نرجع ماينس 1 مع ماينس 1 فراح ينطيني قيمة ماينس 2، راح نسجل هذه القيمة مالتي كماينس 2. نفس الكلام يعاد بالنسبة لهذا البت 1 مع ال1، فايش راح ينطيني؟ راح ينطيني 2 هذا الجزء. نرجع ماينس 1 مع البلس 1 راح ينطيني 0. نرجع البلس 1 مع البلس 1 راح ينطيني 2. نرجع بلس 1 مع الماينس 1 راح ينطيني 0، فاذا نسجل قيمة 0 على مكان. نرجع نجي على السيكونس الاخير او البت الاخير اللي هو بلس 1 مع البلس 1 فراح ينطيني 2، وراح نسجل هذا الجزء بالداتا مالتي. نفس الكلام يعاد بالنسبة للطرف الثاني من السندر. هذا كله راح يتضمن ويتم ارساله على الشانل مالتي. في عملية الارسال انه كله هذا راح يبدأ الارسال مالته. نجي في الطرف الاخر اللي هو الخاص بالرسيفر، انه انا وصلتني البيانات مالتي، كيف ممكن انه ارجع للاصل اللي كانت علينا. نلاحظ عفوا انه بالسندر انه الداتا مالتي مضروبة بالكود، الداتا مالتي مضروبة بالكود، وما بيناتهم عملية سميشن ويتم تضمينها وارسالها على الشانل. بالرسيفر يتم اعتماد هذه المعادلة اللي موجودة عندي، انه الكود او الداتا اللي وصلتني مضروبة في الكود الخاص بالداتا على M، والام تمثل لي عدد السيكونس للداتا اللي موجودي اللي تم استخدامها بالكود، يعني 8 بتات. طريقة الحل هي كالتالي، انه انا وصلتني هذه المجموعة من الداتا، وصلتني هذه البيانات، هاي البيانات وصلتني على الشانل مالتي، فاحتاج انه استخلص المجموعة اللي موجودة عندي. طبعا ارسلت على تايم سلوتس اللي هو هذا تايم سلوت 0، تايم سلوت 1، واكو تايم سلوت 2، 3، وهكذا بعدد اللي موجود عندي، وكلها ارسلت على تردد 1. طبعا بالاستقبال انه نجي على سبيل المثال ناخذ التايم سلوت 0، فطريقة الحساب حتى احصل الكود اللي خاص بي، نجي نقول 0 في البت اللي موجود عندي ماينس 1 راح تساوي لي 0. نرجع الطرف الثاني 0 مع ال 0 الماينس 1 فراح تكون عندي عبارة عن 0 أيضا. نجي على الطرف الثاني ماينس 2 مع الماينس 1 فراح تساوي لي بلس 2. نجي على الطرف اللي بعده 2 مع بلس 1 فايش راح تساوي لي أيضا بلس 2. نرجع 0 مع الماينس 1 تساوي لي بلس 0 زائدا 2 مع البلس 1 راح تساوي لي 2 زائدا 0 مع ال1 راح تساوي لي 0 2 مع البلس 1 راح تساوي لي
2. طبعا هذا الناتج هو كله مقسوم على النمبر اوف بت سيكونس اللي موجود عندي، اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 8 على 8. اذا ايش تساوي لي؟ 2 زائد 2 يعني 4، واثنين زائد اثنين يعني ايضا 4، يعني 8 على 8، واللي تساوي لي 1. نلاحظ انه حصلنا على البت 1 في هذا الجزء من اليوزر، واللي هو كان اصلا بالارسال ايضا عبارة عن البت 1. هذه هي طريقة عمل الكود ديفيجن مالتيبل اكسس بحالة السندر وفي حالة الريسيفر. هذه هي الطريقة، تعتبر اكثر الطرق كفاءة، لانه انا اختزل التايم والفريكوانسي عن طريق استخدام الكودز اللي موجود عندي. اتمنى انه يكون هذا الشرح واضح فيما يخص المالتيبل اكسس بروتوكولز. شكرا جزيلا لحسن اصغائكم.